هناك خصائص لعملية التعلم، ومن هذه الخصائص أولا التعلم تكوينا فرضيا. تحدث عملية التعلم داخل الإنسان من خلال استقبال منبهات خارجية تكون من البيئة منبهات، فيستقبل الإنسان عن طريق حواسه، وتنطوي على هاي الأمور عمليات عقلية اللي هي ذكرناها بالمحاضرات السابقة، التذكر والتفكير والتفكير والإدراك. وهاي العمليات لا يمكن ملاحظتها إلا من خلال الإيداع الذي يظهر تغيرا في السلوك ويشير إلى حدوث عملية التعلم. أما التعلم تغير في السلوك، نستدل على أن التعلم قد حدث، أما نرى أنه حدث تغير ذلك في السلوك أو اكتساب سلوك جديد. حتى نستدل على ذلك فنقوم بعقد مقارنة ما بين السلوك القديم وما بين السلوك الجديد، وتحت ظروف متشابهة. فإذا وجدنا تغيرا يكون جيدا، فهنا نرى بأن التعلم قد حدث. أما التعلم تغير تقدمي، إن أهم ما يتميز بها التعلم هي صفة الديمومية والاستمرار، ويكون متطور بشكل متقدم، وتطرا عليه صفة التحسن والتقدم والتطور. ودائما المحاولات الأولى للتعلم تكون محاولات استطلاعية استكشافية تقوم بصورة عشوائية، لكن بالتكرار وبالممارسة راح يستطيع الإنسان أن يكتسب خبرة ويستطيع الربط ويستطيع